العربي الجديد بودكاست. بيت القصيد، برنامج ثقافي أدبي يغوص في أعماق الشعر ويروي سير أعلامه ويعنى باللغة العربية ودلالاتها. ولادة بنت المستكفي، سيرة عشق في الأندلس. أميرة شاعرة منيت بملك مهزوم وحب مطعون، هي ولادة بنت المستكفي. تبدأ القصة من محمد بن عبد الرحمن الذي لقب نفسه بالمستكفي وتولى حكم الأندلس في آخر أيام زوال حكم الأمويين فيها، ولم يكن له من الأولاد إلا ابنته الجميلة ولادة التي أحبها حباً جماً، فأراد لها أن تتثقف على يد كبار العلماء والأدباء، فنهلت منهم المعرفة، وساعدها في ذلك حضور فطنتها وذكاؤها وموهبتها الشعرية، إضافة إلى شغفها بالغناء والموسيقى. غير أن حماقة والدها المستكفي ومجونه سرعا القضاء على حكمه الذي لم يدم إلا سنتين، إذ ثار عليه أهل قرطبة وخلعوه. لا يا أبي، قل لي إنك لن تفعلها. وماذا تريدين مني أن أفعل؟ أنتظر أهل قرطبة إذ هم يخلعونني من حكم أجدادي ليدخلوا عقر داري فيقتلونني؟ في زي غانية يا أبي، كيف ترضى أن تهرب وأنت متنقب مع امرأتين؟ أنت الخليفة ابن الخلفاء، أي تاريخ تصنعه لكتابة اسمك؟ تاريخ الخليفة المخلوع، أبقي بعد هذه الكلمة تاريخ؟ هيا تعالي معي، فما عاد لنا في أسطر التاريخ غير أيام ننقذ بها أرواحنا. أما أنا فدعك مني، فلا والله لا أخرج بهذه الصورة ولو كانت حياتي الثمن. ولكن أين يهرب والمتربصون في كل مكان؟ قتل المستكفي بعد أيام قليلة، تاركاً في نفس ولادة جرحاً لا يندمل أبداً، وتقول الروايات إن حياتها اختلفت كلياً بعد مقتل والدها، فلم تعد تلك الشابة المعتزلة في قصرها الأموي، واستبدلت ذلك بالخروج إلى المجتمع ومخالطة الناس، وجعلت من مجلسها منتداً للشعراء والأدباء تحكمهم بجمالها وفتنتها وفطنتها وموهبتها الشعرية النقدية. أريد لهذا الثوب أن يكون حديثاً يتنافسون في خوضه. اسمعي أيتها الجارية، أريدك أن تكتبي بخيوط الذهب على الطراز الأيمن منه: أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيه تيها. وعلى الطراز الأيسر: وأمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها. ولكن يا مولاتي، هذا ما قد يطمع فيك الرجال فتسول نفس أحدهم له أنه قد ينال منك ما تشتهي نفسه. لا لا، إنهم يعلمون حدود مبلغهم عندي. إني وإن نظر الأنام لبهجتي كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الكلام فواحشا ويصدهن عن الخنا الإسلام. يقال إن ولادة أخذت عادة السفور من أمها التي كانت قينة حبشية تسمى سكر المروزية، وقيل في روايات أخرى إن أمها إسبانية، والقينة هنا هي المغنية.
ثم سنت ولادة سنة السفور بين نساء العرب الأندلسيات، وهذا ما جعل بعض مؤرخي الأدب يتهمها بالانحلال ويصفها بأنها ابنة ليل وهوى، غير أنها لم تمكن أحداً منها إلا من تمكن حبه من قلبها. وكان ذاك الفتى المخزومي أبا الوليد بن زيدون وزير بني جهور ذا الطلعة البهية والهيئة الرائعة. ارتاد ابن زيدون مجلسها الأدبي وأبهرها بتيهه وشعره وبلاغته، وما إن تمكن الحب من قلبها حتى بعثت له على غير عادة نساء العرب أبياتاً تواعده فيها: ترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت الليل أكتمل السر، وبي منك ما لو كان للشمس لم تلح، وبالبدر لم يطلع، وبالنجم لم يسر. بدأت قصة عشقها تجري مجرى الفعل من وصل وشد وكتمان وبوح، ولم تفد محاولات ابن زيدون في كتمان حبه خوفاً من وصول الخبر إلى بني جهور الذين كانوا سبباً في نكبة أبيها فيحملون عليه، ولكن ولادة أوقعت به في شرك حبها. ما لي أراك متحفظاً لا تحرص على لقائنا وتتحاشى الحديث معي أمام الجمع في حين يتهافتون على طلب ودي؟ ألا هل لنا من بعد هذا التفرق سبيل فيشكو كل صب بما لقي؟ وقد كنت أوقات التزاور في الشتاء أبيت على جمر من الشوق محرقي، فكيف وقد أمسيت في حال قطعة لقد عجل المحذور ما كنت أتقي؟ تمر الليالي لا أرى البين ينقضي، ولا الصبر من رق التشوق معتقي. سقى الله أرضاً قد غدت لك منزلا، بكل سكوب هاطل الوبل مغدقي. لا والله ليس فراقاً ولا تحاشياً، وإنما أصونك من لحظات الظنون، وأعليك من خطرات الفكر، وأحذر من لحظات الرقيب وقد يستدام الهوى بالحذر. تمكن الحب من قلبه فصرح به وما عاد سراً، ولكن هيهات أن يصفو الحب من دون كدر. ودع الصبر محب وداك، ذائع من سره ما استودعك، يا أخا البدر سناء وسنا، حفظ الله زمانا أطلعك، إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكي قصار الليل معك. الله الله الله، أين كنت تخفين عنا هذه الدرة الثمينة يا ولادة؟ أزيدينا أزيدينا. لا هذا يكفي، ولنعد إلى الشعر. لا 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 لا، قولي أيتها الجميلة، فوالله لا أشبع من متعة صوتك. قلت لك كفى. أتصفعينها إذ تمتع أسماعنا؟ فوالله ما أرى في ذلك إلا غيرة نالت منك ما نالت. لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا لم تهوى جاريتي ولم تتخيري، وتركت غصنا مثمرا بجماله، وجنحت للغصن الذي لم يثمري. ولقد علمت بأنني بدر السماء، لكن ولعت لشقوتي بالمشتري. لم يكن ذلك مجرد حادث عابر في سيرة الحب بينهما، بل كان بداية الجنون، فقد عدت ولادة إبداءه الإعجاب بجاريتها طعمة في قلبها ونيلاً من كبريائها، فأرادت له بالمثل، فجعلت له منافساً
وهو أبو عامر بن عبدوس الذي أحبها حباً جعله لا يمل من طلب ودها مهما صدته. واغتنم ابن عبدوس الخلافة بين ولادة وابن زيدون ليكثر من تودده إليها وإرساله الهدايا، إلى أن أثار غيرة ابن زيدون فأوقعته غيرته بفخ الحماقة. أهلاً وسهلاً يا ابن زيدون، فيما زيارتك لي ولم أعتدها؟ بل فيما توددك إلى ولادة، وأنت تعلم ما بيننا من وصل وحب. بل فيما غيرتك من توددي، وهي سيدة الحسان التي يتودد إليها القاصي والداني في الأندلس. غيرتي؟ أتحسبني أغار منك أنت؟ وأنا ابن زيدون وأنت من لا تهتم فيك امرأة؟ إذن نعود إلى السؤال الأول، فيما زيارتك؟ لما تتكلف المجيء إلي لتسألني عن توددي إليها؟ إنه الفضول، الفضول لأعرف إلى أين أوصلتك مخيلتك حقا، إلى ولادة من بعد حبي ووصلي لها؟ أكرم بولادة ذخرا لمدخري، لو فرقت بين بيطار وعطاري، قالوا أبو عامر أضحى يلم بها، قلت الفراشة قد تدنو من النار. عيرتمونا بأن قد صار يخلفنا في من نحب، وما في ذاك من عاري، أكل شهي أصبنا من أطايبه، بعضا وبعضا صفحنا عنه للفاري. فوالله إنك لا تستحق نظرة منها بعد قولك هذا. لم يكن ابن زيدون يقصد إهانة ولادة، بل إهانة ابن عبدوس، فوقع في الخطأ، وليس أي خطأ، إنها حماقة الغرور. وصلت تلك الأبيات إلى ولادة، فكانت طعنة حقيقية أصابت حبها في مقتل. مولاتي، ابن زيدون يريد رؤيتك يا مولاتي. ابن زيدون؟ اسمعي جيدا، قولي له، تقول لك سليلة الملوك وابنة الخلفاء، أنا لست أكلا شهيا تصيب أطايبه بعضا وبعضا تصفح عنه للفار، فإنك وإن كنت وزيرا لا يمكنك أن تميز بين جارية وسيدة، أو بين حب ومتعة ساعة. ولكن يا مولاتي، ماذا لو جاءك نادي من يعتذر؟ أتجادلينني؟ افعلي ما أمرك به. أمر مولاتي. وبهذا انتهى الوصل بينهما إلى غير رجعة، كما وشى ابن عبدوس بابن زيدون عند بني جهور، فسجنوه إلى أن فر إلى إشبيليا، لكن البعد أجج نار الحب في قلب ابن زيدون أكثر فأكثر، فكتب أجمل قصائده شوقاً إلى ولادة. أضحت تنائي بديلاً من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، من مبلغ الملبسين بانتزاحهم، حزناً مع الدهر لا يبلى ويبلينا، أن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنساً بقربهم قد عاد يبكينا. غير أن ولادة أغلقت باب قلبها إلى الأبد، فقد عمرت طويلاً ولم تتزوج قط، وبقي ابن عبدوس يتودد إليها، وبقيت تعتبره صديقاً مقرباً ليس أكثر. ماتت ولادة وهي على ما عاهدت نفسها عليه من أنفة، ومات ابن زيدون وهو يتحرق لرؤيتها ولو مرة واحدة، إذ تذكر بعض الروايات أنه عاد إلى قرطبة في أيامه الأخيرة، ولكن ولادة بقيت على موقفها منه ولم تستقبله في بيتها، فمات وهو يردد: إني ذكرتك بالزهراء مشتاقة، والأفق طلق ومرأى الأرض قد راقة،
لا سكن الله قلبا عق ذكركم فلم يطر بجناح الشوق خفاقا.